لاعبين يحكون عليك. اني كنفسي اذا قاعدني اربع لعبات خمس لعبات ما احكي عاد، بس اهم شيء الفريق يفوز. ها اي بس اذا خسر الفريق اكيد انت لازم تغير. لاعبين الشرطه يحكون عليك. اخوتي يحكون علي يقولون هو ما يخالف. نشوفهم ايش قالوا. يلا خلينا نشوف، خلينا نشوف فقره السيلفي مع ضرغام اسماعيل ولا نعود. ياتي الى اخي الصغير ضرغام اسماعيل، اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يوفقك وترجع افضل وافضل من قبل، لان يعني انت صراحه ثروه وطنيه مو فقط النادي الشرطه لكن للبلد بصوره عامه، ومستواك وانجازاتك سابقتك ان شاء الله ان شاء الله احنا اللي كنا متوقعين بانه انت ترجع المرحله الثانيه، لكن انت سبع واصريت على تمارينك والتزامك بالتمارين رغم المعاناه والجهد اللي تبذله، لكن ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يعوضك وتكون سند لناديك وتكون سند للمنتخب ان شاء الله وترجع افضل وافضل من قبل. حبيت اسلم على برنامج كره وعلى مشاهدين برنامج كره وعلى ضيفك الجميل ضرغام اسماعيل، واكيد اليوم فرحت انا من عرفت الضيف ضرغام اسماعيل ابو اسد. يا ربي عوده ميمونه للملاعب العراقيه، وان شاء الله عوده سريعه للمنتخب الوطني. ضرغام اسماعيل من افضل اللاعبين بالعراق، واكيد احنا فرحين العودة إلى نادي الشرطة، وإن شاء الله راح يخدم نادي الشرطة ويخدمنا إحنا كلاعبين، وإن شاء الله يوم زواجك ونفرح بيك. حبيب أبو أسيد شلونك، أخبارك، مشتاق لك كابتن ضرغام إسماعيل، يا رب التوفيق والنجاح لك وترجع أحسن من قبل حبيبي. ضرغام شلونك، شلون صحتك، أتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك الكروية وترجع يا رب أحسن من قبل، وإحنا أخوتك اللاعبين إن شاء الله موجودين وياك في الملعب وخارج الملعب، ونتمنى لك كل التوفيق أخوي ضرغام. شكرا لجميع المتحدثين. شو احسك فرحت وضحكت؟ انا بس على الكرار شوف طلعنا ابيض الصوره. الكرار محمد؟ ايه صدق شو ابيض؟ ما ادري. المخرج يقول صبغنا. كرار انا ما حاكي شيء. شكرا لكم اخوتي. طبعا اشكرهم من خلال برنامجكم اخوتي اللاعبين، واشكر بالخصوص حسين عبد الواحد اللي ساندني واللي ينطيني الدافع.